السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء، كيف حالكم؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة يا رب. عاملين إيه يا أولاد؟ ربنا يطمنا عليكم وتكونوا بصحة جيدة. النهاردة درسنا يا أولاد درس جديد اسمه الإمارات بلادي. النهاردة هنتكلم يا أولاد على أهمية موقع بلادي، وهنتكلم على المعالم اللي موجودة في بلادي، وهنتكلم على إنجازات الوطن عملها في بلادي. اول حاجه يا اولاد عايزين نتكلم عليها يعني ايه كيف موقع. موقع بلادي يا اولاد هو المكان اللي انا ساكنه فيه او اللي عايشين فيه او اللي احنا بنتكلم عنه وعن المكان المجاور لنا في مجتمعنا. طيب دي بالنسبه لكلمه موقع. طب يعني يا اولاد كلمه متحف، حد فينا يقدر يقول يعني ايه كلمه متحف يا اولاد؟ طيب هقول لكم انا. كلمة متحف يا أولاد هو المكان اللي بنحفظ فيه الآثار القديمة بتاعة الدولة. فكل دولة يا أولاد لها آثار قديمة بتتحدث عن تاريخها في القدم أو التاريخ القديم اللي احنا مكناش عايشين أيامه، وساعتها هو بيشرح لك وبيفهمك الناس زمان كانوا عايشين إزاي والآثار اللي كانت بتدل على حياتهم القديمة. فمثلا دولة في كل دولة يا أولاد، مش دولة الإمارات بس، كل دولة في العالم لها أماكن أثرية بيتحط فيها كل هذه الآثار القديمة اللي بتتكلم عن الحياة القديمة. طيب هل المتحف ده يا أولاد ليه أهمية؟ نعم لها أهمية سياحية كبيرة جدا، إن كل الناس بتحب تروح تزور المتاحف دي يا أولاد علشان يعرفوا الحياة القديمة اللي كانت موجودة فيها الدولة اللي هم عايشين فيها. فعلى سبيل المثال مثلا إحنا هنتكلم على دولة الإمارات العربية المتحدة، فهنتكلم على المتاحف المشهورة فيها وليه احنا بنروح نزورها وليه بنحب ان احنا نزورها. طبعا احنا بنحب نروح نزورها يا اولاد علشان هي بتعتبر منطقة سياحية موجودة في الدولة اللي احنا مقيمين فيها، ونحب ان احنا نعرف التاريخ القديم لهذه الدولة. فاشهر متحف موجود هنا يا اولاد في دولة الامارات هو متحف اسمه متحف دار الاتحاد، هو موجود في دبي يا اولاد. واللي يحب يروح يزور بابا او ماما ياخدوك وتروحوا تشوفوا هذا المتحف، وانا حتى موضحة صورته قدامكم. ننتقل للنقطة الثانية يا اولاد. دولة الامارات العربية المتحدة دولة عظيمة، دايما متعاونة مع كل الدول المجاورة لها. فعلى سبيل المثال مثلا سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية، دايما دولة الامارات بتكون في مساعدة وتعاون معاهم. يعني مثلا لو هم وقعوا في مشكله، حبوا اي مساعدات، حبوا اي في اي مشاكل بينهم وبين الدول الاخرى، بتتدخل الامارات وبتقدم لهم يد العون لان علاقتها بتبقى كويسه جدا معاهم ومع الدول الشقيقه ايه اللي هم المجاوره لها. دايما دوله الامارات معروفه ان شعبها بيتصف بالتسامح مع مختلف الحضارات. تمام ننتقل يا اولاد لنقطه ثانيه انا عايزه اقول لكم عليها وعايزين نتكلم فيها، هي كلمه معالم بلادي. احنا من الاول خالص لما اتكلمت على المتحف هو حاجه من الحاجات اللي المفروض نتكلم عليها. كلمه معالم يعني اشياء مشهوره، معالم سياحيه بتبقى مشهوره في الدوله اللي احنا عايشين فيها او مقيمين فيها. فاحنا هنتكلم على دولتنا اللي احنا عايشين فيها اللي هي دوله الامارات العربيه المتحده. من اشهر الأماكن السياحية اللي فيها أو المعالم السياحية اللي الناس كلها بتحب تروح تزورها علشان بيستمتعوا جدا بيها هي مثلا متحف اللوفر. متحف اللوفر ده يا أولاد موجود هنا في إمارة أبو ظبي، وعندنا برضو يا أولاد برج خليفة موجود فين؟ موجود في إمارة دبي، وعندنا شواطئ جميلة في الفجيرة بتعتبر من أهم المعالم السياحية اللي الناس كلها بتروح تزورها وتروح هذه الشواطئ علشان من منظرها الجميل البديع بيستمتعوا بيها جدا. وانا دلوقتي يا اولاد هعرض عليكم مجموعه من المعالم السياحيه اللي موجوده في دوله الامارات العربيه المتحده، تعالوا مع بعض نشوفها ونقراها. على سبيل المثال انا كنت قلت لكم قبل كده اللي هو متحف اللوفر الموجود في ابو ظبي، وفي عالم فيراري موجود برضو في ابو ظبي، وفي برج خليفه موجود في دبي، وشواطئ الفجيره اللي قلت لكم عليها موجوده في الفجيره، وجبل جس موجود في رأس الخيمة، والسوق المركزي موجود في الشارقة، وفي متحف عجمان كمان يا ولاد موجود فين؟ في عجمان. كل دي يا ولاد معالم موجودة في بلدنا ومن بلاد سياحية، وموجودة ان احنا بيطلع فيها معالم سياحية جميلة وكلنا بنروح نزورها ونستمتع بيها.
تمام. النقطة الثالثة يا أولاد هنتكلم عليها هو مجتمعنا اللي هو وطننا اللي احنا عايشين فيه اللي هي دولة الإمارات العربية المتحدة. هل دولة الإمارات العربية المتحدة بتسعى إلى تحقيق السعادة لأفراد المجتمع؟ نعم يا أولاد. على سبيل المثال دولة الإمارات العربية المتحدة بتسعى دايما إن هي تسعد كل المقيمين فيها والمواطنين. فعلى سبيل المثال بتنشئ مثلا المدارس على أحدث التكنولوجيا والتقنيات علشان إن احنا نتعلم أحسن تعليم ونكون نحس بالسعادة وعدم الملل في أثناء التعليم أو وإحنا وجودنا في المدرسة. طيب بالنسبة ده بالنسبة للتعليم. طب بالنسبة للترفيه أو إن احنا لما نحب نيجي نخرج، طبعا حققت لنا أنشأت حاجات كتير ترفيهية، حدائق ترفيهية وأماكن ترفيهية كبيرة لإحداث هذه السعادة. على سبيل المثال أنشأت لنا مثلا الأماكن الترفيهية زي عالم فراري، أياس ووتر وورلد، المراكز التسوق اللي هي المولات الكبيرة إن احنا نروح نستمتع فيها ونروح نلف فيها ونتفسح فيها، ولما نحب مثلا نكون إن احنا عايزين نخرج وزهقانين من البيت نروح هذه الأماكن بصحبة العائلة. تمام. ونسينا أهم حاجة، هو مسجد الشهيد رحمة الله عليه من أهم المعالم السياحية اللي موجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة في إمارة أبو ظبي. المسجد ده يا أولاد اسمه المسجد الكبير، فعلا فعلا هو معلم يعني فعلا سياحي، مكان سياحي ديني، يعني فعلا في منتهى الجمال والرائعة. لما بتروح انت تشوفه تزوره تحس فعلا ان دوت مكان بيرتاح فيه النفس وانت بتستمتع بيه، وبتبقى مبسوط جدا وانت رايح تزور هذا المكان، وبتلاقي فيه كل الجنسيات الموجودة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. وبكده يا أولاد أنا أكون انتهينا من درسنا الجميل، وهو درس بسيط جدا، ويارب تكونوا ركزتوا وفهمتوا معايا الدرس، وأشوفكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.